أهلا وسهلا فيكن على بيتنا اللبناني. اليوم رح نعمل شي أنا كتير بحبه، هو زبدة الفستق. مقاديرها كتير سهلة، بس شغلتين بدنا: فستق ورشة ملح. أول شي بحط أنا الفستق بصينية وبفوتها على فرن حامي، بدها بالفرن تقريبا 15 دقيقة، وبقلبها مرة أو مرتين، ودغري بحطها بالخلاط. انتو عم تطحنوا الفستق رح تلاحظوا انه رح يتحول معكن لرملة، كأنه مثل رمل البحر، وبعدين رح يتحول لكباتيل كأنه، وبعدين بيصير اخر شي هالمعجون الناعم اللي نحنا بنعرفه فيه. هلأ أنا رح زيد رشة الملح، وإذا بتحبوا أنتو تحطوا له ملقعة عسل أو سكر فيكن هلأ تحطوا، وفيكن كمان إذا بتحبوا تجربوها حطوا ملقعة بودرة الكاكاو. هلأ بيصير عندكن زبدة الفستق بالشوكولا، كتير بتطلع كمان طيبة. هون أنا زدت ملقعة صغيرة زيت نباتي كرمال يصير المزيج ناعم ويضل هين علي ادهنه بالسكين. هون خفقته دقيقة اضافية وخلص، طفيت عنه. اذا حسيتوا انه المكنة حميت معكن فيكن تطفوها وتتركوها تبرد 10 دقايق، ما بيأثر هيدا الشي على زبدة الفستق. جربوها على توست طرية وحطوا على تاني توست عسل، كتير طلعت طيبة. هيدي زبدة الفستق اللي عملناها ما فيها مواد حافظة، وكتير هين عاملة مثل ما شفتوا، بنصحكن تجربوها. حطوها بمرتبان ضغط او مرتبان ازاز، وهي رح تضينكن 3 اشهر بالبراد. اذا حبيتوا هيدا الفيديو اعملوا لنا لايك وسبسكرايب.